علمنا التاريخ أن الأحلام لا تتحقق بالأمنيات وفقط، وأن تغيير الواقع يستلزم منا العمل والعطاء والتضحية والصبر. شعب مصر العظيم، إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. فالطريق الذي سلكته لتحقيق أمن وأمان ونماء هذا الوطن طويل وشاق، فكل طريق مهدته وكل مدينة شيدتها وكل أرض صحراء أطلقت فيها العمار والخضار وكل مريض احتضنته وكل عامل أوجدت له سبيلا للعيش، وكل إرهاب حاربته. هيذكر التاريخ لمصر إنها تصدت وجبهت أخطر فكر متطرف إرهابي لو تمكن من الأرض لحرق الأرض. وكل قرية تسعى لها أن تعيش حياة كريمة، كل ذلك وأكثر يشهد لك مؤيدا أو معارضا، لا يستطيعون إلا أن ينطقوا بالحق ولا يستطيعون أن ينكروا عطاءك، ولكنهم مدركين أن المصريين أصبح لديهم وعيا وإيمانا بما تحقق من خلال إرادة غيرت وجه الواقع في مصر. أنا لما بتكلم وبخرج عن السياق أنا بكلم الشعب المصري، كل المصريين، مش مفكريه ومثقفيه وعلماءه فقط. ويمكن يختلف معايا كثيرين، أنت بتوجه كلامك لهم، هم عندي لهم الأولوية الكاملة، المصريين. نعم، الرياح عاتية، ولكنك هادئ من أجل أن تبث الأمل في نفوس المصريين. نعم، هناك ألم ألم بالناس من جراء أحداث عالمية وواقع يعيشه العالم، ولكننا صدقا خلفك صامدون، وسيشهد التاريخ والواقع على ما تحقق لأجيالنا القادمة، ونحن معكم وبكم سنحقق بإرادة الله تطلعاتنا وأحلامنا وأحلام أبنائنا، ونحن معكم سيادة الله.